بشر، تسمعون عن بشر الملقب بالحافي من رجال الرسالة القشرية أيضا من الأكابر. هذا بشر كان في غفلة، كان عنده مال كثير وغفلة، قلب غافل، مال ما هو قرين الغفلة. كم من أصحاب مالهم في حضور مع الله وصدق مع الله، لكن هذا الرجل أطغاه المال، المال زج به في الغفلة، وكان كل ليلة شرب وغناء ونسوان وأشياء لا تليق في الليل. ليلة من الليالي درويش من الدراويش ممن لا يؤبه له، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. هذا المسكين جاء وقرأ على باب بشر، فلما قرأ على باب بشر قرأ باب بشر فتحت الباب جارية من الجواري وقالت له من؟ قال لها هذا بيت بشر؟ قالت نعم. قالت انتظر، ظنته يريد مال أو طعام، جاءت له بالدنانير، قال لها لا ما أريد شيء من هذا. قالت ماذا تريد؟ قال بسألك سؤال بس. قالت له سل. قال لها صاحب هذا البيت عبد أو حر؟ قالت كيف؟ حر، ابن حر، ابن حرام. قال لها صدقتي، لو كان عبدا ما كان هذا فعله. وانصرف، فرجعت وهي مدهوشة، فقال لها سيدها بشر ماذا بك؟ قالت لا بس هذا واحد غريب. ايش؟ قال درويش قرع الباب. قال لها أعطيتي ما تيسر؟ قالت له نعم، ولكنه أبى أن يأخذ المال. ماذا يريد؟ قالت سألني سؤال، قال لي صاحب هذا البيت عبد أو حر؟ قال لها إيش قلتي له؟ قالت قلت له حر، ابن حر. فقال لي صدقتي، لو كان هذا لو كان عبدا حقا ما كان هذا فعله. فقال بل عبد، عبد، عبد. أين ذهب؟ قالت مشى. من أين؟ من هذا الطريق. وخرج يجري وحافي حتى لحق بهذا الدرويش، وقال له يا سيدي أنا صاحب البيت الذي قرعته قبل قليل، أعد علي سؤالك. قال نعم، سألتها قلت لها صاحب هذا البيت عبد أو حر؟ فقالت لي هو حر، ابن حر. فقلت لها صدقتي، لو كان عبدا ما كان هذا صنيعه. قال يا سيدي بل عبد، 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 ابن عبد. أشهد الله وأشهدك الآن أني قد تبت إلى الله عز وجل. حتى قالوا سألوا لي ما لا تلبس النعال؟ قال أني صالحت الله وأنا حافي بعده، فأحب أن أبقى على الحال الذي صالحت الله تعالى عليه. هذا بشر الحافي، صار بعد ذلك من كبار العلماء، كبار الأولياء، كبار المحبوبين. بسبب ماذا؟ بسبب اللحظة. هذا لا يستكثر أحد منكم فضل الله، لحظة إذا نظر الله تعالى فيها إليكم تحول غش القلوب إلى تبر مسبوك.